والآن مع أحوال الطقس مرة أخرى مع الزميلة رغدة أبو ليلى. شكرا لكم هبة حسين وياسر عبد الستار. والآن فمع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار رطب ليلا على معظم الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 34-25 الطقس حار، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-24، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 35-26. ننتقل إلى السويس 35-25، العريش 32-24، طابة 36-26، شرم الشيخ 40-31، الغردقة 38-30. بالنسبة للأقصر 41-29، أسوان 42-30، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 40-32، أخيرا حلايب 35-29. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.